محمد ابو النصر. اخطر وثيقه تم ضبطها هي وثيقه التمكين لتنظيم الاخوان العالمي. تم الكشف الوثيقه كشف اكتشاف وثيقه مسربه لاجتماع التنظيم سنه 1991 في العاصمه التركيه انقره، كشفت الاهداف التي تمحور حولها التنظيم وعكست الفكر المتشدد للمؤسس، اذ احتوت الوثيقه على التي وقع عليها مين؟ هنا بقى بيؤكد مصطفى مشهور باسمه الحركي على رغبة الجماعة في إقامة عاصمة إخوانية وإعادة إحياء فكرة الجهاد من خلال تنظيم عسكري مثل سابقه الذي أسسه البنا في الأربعينيات. وحدد مصطفى مشهور اللي هو مؤسس التنظيم الدولي أفق الوطن الإسلامي الذي كان يحلم به مؤسس الجماعة وكتبه في مذكراته رسالة التعليم. ولفت مشهور في هذه المذكرة المسربة إلى أن القطرية والتجزئة ليست في مصلحة الجماعة، لذا فإن التنظيم العالمي بعد سعة الانتشار في جميع الأقطار تقريبا يعد تعبيرا عن عالمية الإخوان ويمكن الانتشار وتنفيذا لوصية البنا. قال إنه منهج مشهور لا بيعة بغير صدام، لا بيعة بغير صدام، ولا دولة بغير خلافة، ولا صلاة للجمعة بغير خلافة. مبادئ سيد قطب، مبادئ حسن البنا، طبقها من؟ طبقها مصطفى مشهور المرشد الخامس.